أنا ممتنة، لولا تدخلك لربما أنا. لا داعي للمبالغة، حمايتكم هي وظيفتي. هل أنت بخير؟ بخير. هل أنت بخير؟ بخير يا أخي. يا شافي. يؤلمك كثيرا صحيح؟ أبدا كومرا العبدال، لا يؤلم. لا أقصد الجرح يا بطلي، أقصد قلبك. الله الله، تم كشف سر يا جوكتوغ، قمت بكشف السر. انظر إلى أبطال سيدي عثمان، كل واحد منهم جرحه مختلف، أنواع شتى من الامتحانات. العشق هو امتحان أيضاً، البعض يمتحنون بالفراق والبعض يمتحنون باللقاء. أي عاشق اجتمع بمعشوقه دون امتحان؟ ماذا إن كان مستحيلا؟ لا يوجد عشق مستحيل. أصغوا لما سأقوله جيدا، لكن ليس بأذانكم، أصغوا بقلوبكم يا أبطالي. انظروا كيف ينبض بجنون. كان هناك صحابي عاشق في عهد حضرة الرسول يدعى صهيب، لم تكن لديه نقود ولا حتى بيت يسكنه، لكن العشق جاء ودخل بقوة إلى قلب صهيب كالسهم. وقلبه عشق عشق عشق، هكذا كان ينبض. صهيب عاشق السيدة شفاء جميلة الجميلات، والسيدة شفاء طلابها كثر، لكنها لا ترغب بأحد، طلبها الوحيد هو رضا الله. سألت رسولنا العظيم: يا رسول الله، ماذا علي أن أفعل كي أنال رضا الله؟ قال سيدنا محمد صاحب الاسم الجميل: يا شفاء، إن إيمان المرء الأعزب ناقص، عليك أن تتزوجي كي يكتمل إيمانك. شفاء قالت: إذن اختري الشخص الذي سأتزوجه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأزوجك بأول شخص يأتي إلى صلاة الفجر غدا. قلنا: إنها جميلة، طلاب سيدة شفاء كثر، يفرشون لها السجاد والذهب، جميعهم ناموا بخيالهم الذهاب إلى صلاة الفجر أولا.
بينما كان صهيب يرى أنه لا يليق بالسيدة شفاء ويعتقد أن عشقه هذا مستحيل. كان قلبه ينبض قائلا شفاء، لكن صهيبا لم يصدر له صوت. هل ذهب إلى الصلاة؟ ذهب لكن ببطء شديد. هل يهرب المرء من قدره يا بطلي؟ هل استطعت أنت أن تهرب من هذا السهم؟ لم يستطع أي من الصحابة أن يستيقظ صباحا في ذلك اليوم، ورغم كل بطء صهيب ذاك دخل إلى المسجد أولا. هل اجتمع بحبيبته؟ نعم اجتمع بها. هل ما تظنه وما يراه الحق هما نفس الشيء؟ ما كان يراه مستحيلا كان هو قدره. أطال الطريق على نفسه وتباطأ كثيرا، لكن اجتمع العشاق في النهاية. السر كشف. من يقف في وجه العشق؟ لا يمكن الوقوف في وجهه. سلمت كومرا العبدال، سلمت. سلم. السر كشف.